معنا مشاهدينا الكرام من مدينة أربيل دكتور عبد السلام برواري أستاذ العلوم السياسية. مرحبا بك دكتور عبد السلام. إذا المتظاهرون في العراق يصرون على التظاهرات على الرغم من هذا العنف الموجه ضدهم ويرفعون العلم العراقي، كيف تقرأ استمرار التظاهرات بهذه القوة والإصرار لليوم السادس؟ يعني تحية لك، شكرا لهذه الفرصة، تحية لأخواتي. في الحقيقة أنا لن أدخل في جديدا إذا أعدت استذكار الوضع السيء الذي يمر به أبناء الشعب العراقي، خاصة الشباب والخريجين. هذه مشاكل متراكمة، مجموعة أخطاء حقيقة الحكومات السابقة. أنا شخصيا لا أرى، حتى أنا أعتقد القوى السياسية والمتظاهرين لا يشيرون مباشرة إلى الحكومة الحالية، بل يشيرون إلى النظام السياسي. لذلك استمرارهم في طبيعي ومطالبتهم وإصرارهم على حتى تلقي كافة لنقل التضحيات شيء طبيعي ومن حقهم. من ناحية أخرى أنا أعتقد، يعني كما قال السيد رئيس التقرير في بياني قبل يومين، مع أن التظاهرة ممارسة افراطية، ولكن من الواجب أيضا أن يكون هناك جو يسمح بممارسة هذا الحق، بمعنى عدم الاعتداء على الأمداد العامة وإلى آخره. هنا تأتي هذه، يعني نسميها ديليما، أزمة ممارسة الحقوق. هذا موجود في الدول الأوروبية أيضا في الفترات العميقة. قوى من واجبها حماية المتظاهرين وحماية الأمداد العامة، والمتظاهرون يكون فرصة للتعبير عن الرأي. تحدث حوادث. أنا أعتقد الاجتماع الذي عقده السيد رئيس الوزراء السيد السلام والقرارات المتخذة يجب أن تكون بداية لأن تعمل كافة القوى السياسية على إرسال خطاب ضد المتظاهرين. هذه الأمور لا تحل بيوم أو يومين. يعني رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي خرج وتحدث عن تلبية مطالب المتظاهرين ومشروعات سكنية ورواتب للفقراء وغير ذلك. يعني إذا كانت الحكومة ومجلس النواب يمتلكون كل هذه القدرات، لماذا لم يتحركوا لإنقاذ الوضع قبل تفجره بالأساس؟ وهل تعتقد أن هذه التعهدات حقيقية؟ يعني أولا العراق لا، يعني نحن نعرف إذا قرأنا فقط نحتاج أن نقرأ ميزانية 2019 مع كل هذه الخيرات، مع كل هذا الدم الهائل من النفط المصدر، العراق عنده عجز، عجز بملايين سيادات الدولارات. نعم. نتيجه سياسات خاطئه، نتيجه تطورات، هذا موجود. وفساد. يعني الشديد انا قلتها في اكثر من مناسبه، كل شخص يقوم بخطوه من اجل الخروج من هذه الازمه هي خطوه مشكوره. ولكن مع احترام الشديد لرئيس برلمان، يعني مجلس النواب، مجلس النواب ليس من واجبه ان يعني يحل او يعد الناس بمثل هذه الاجراءات، هذه الاجراءات تقوم بها السلطه التنفيذيه. النواب يجب ان يضغط على السلطه التنفيذيه، يستدعي الوزراء، يعني يثبت للناس بان هناك فعلا هيئه رقابيه تمثلهم وتدفع الحكومه. المشاريع كلها والحلول كلها تحتاج الى وقت. انا انسان متفائل، يعني انا اعتقد ماذا هو ما هو البديل؟ يعني اذا كنا لا نصدق في الوعود ونستمر في هذا، يستمر يعني القتل وهذا بخصوص هذه القوة. انا اعتقد عفوا دكتور عبد السلام، ما المبرر او المسوغ لهذا العنف المستخدم ضد المتظاهرين الذي وصل الاستخدام حتى قنابل الهاون فضلا عن الرصاص الحي؟ يعني ما الذي يختلف هذا الحراك عن سابقيه لكي يقمع بهذه الصورة؟ يعني أنا أقول لك بصراحة، هناك أنا أعتقد بعض التشويش، يعني البعض يقول أن بعض المتظاهرين طردوا من قبل القناصين. أنا سمعت بعض المتظاهرين يقولون الذين كانوا يطلقون نار عليهم كانوا يتكلمون اللغة الإيرانية. أكيد الحقيقة تقع بين هذين الاتجاهين، صحيح ولا لا؟ ولكن باختصاصي انا، يعني في المجتمع السياسي نحن نتكلم عن العقل الجمعي. طيب. كولكتيف بيهيفير، يعني عندما يتم حرق
بيوت او يتم تهديد قوى الامن. رجل قوى الامن هو ايضا انسان قد يرتكب بعض الاخطاء وقد يعني يهرأ زملائه الدفاع عنه، وبالعكس ايضا عندما يضرب او يجرح احد يرحص اصدقائه يقومون بتصرفات حتى لو شاهدوها هم انفسهم على شريط مصور لا يصدقون انهم قاموا بذلك. هذا هو يعني واحد من المسائل الشائكه في ولكن دكتور عبد السلام من الواضح نعم من الواضح ان ايران تدخلت وتتدخل حتى في هذا الحراك وعبر ميليشياتها وتابعيها، تدخلها بهذا الشكل لقمع الحراك في العراق وهذه الانتفاضه الى اي مدى يؤكد ضروره رحيل ايران كما رفع المتظاهرون هذا الشعار وتنحيه دورها في العراق حتى يتمكن العراقيون من بناء الدوله التي ينشدونها؟ يعني انا انتمي الى جيل كان العرب يفتخرون به، يعني كان العراقيون مثالا بالعقل والابداع والى اخره، لذلك انا اؤمن بقدرات شعبنا. وبالتاكيد هو ليس فقط ايران، يعني انا اعتقد لو كف السياسيون العراقيون عن التقويه او الاحتواء بقوى اخرى ووضعوا الطاقه فوق كل اعتبار على قنوات ما تقوله. يعني مع الاسف يوم امس انا قرات في احدى الصحف الايرانيه شيء مضحك جدا، مسؤول ايراني يتحدث عن حلول كيف يجب ان تحل الموضوع، يصور الموضوع وكانه يجب ان يحدث في العراق ما حدث في ايران، يعني بطوله غير مباشره يدعو الى سيطره قوة ممثلة لقوى الفلتران تمتد جذورها وأذرعها إلى كافة مرافق الحياة. نعم. ويقول هذا هو الذي يجب أن يحدث، هذا تدخل صريح واقع، التدخل ليس فقط بإرسال مبالغ أو كذا. لذلك هي الأزمة فعلا، يعني أنا قلتها أيضا في أكثر من مناسبة، لأول مرة نسمع متظاهرين يقولون بصراحة أنهم ضد إيران. سابقا كان الناس يتصورون أن الشيعة كلهم موالون لايران بحكم الطائفيه، وهذا خطا طبعا. يعني ايضا شيعه العراق ليسوا من مؤيدي ولايه الفقيه الى اخره. نعم. المهم بالنسبه لي اللي انا اعتقد يجب على القوى السياسيه ان تعطي المتظاهرين املا بان يعطوا الحكومه اخر فرصه على الاقل، وهذا اهم. واعتقد ان المتظاهرين لن يعطوا فرصه ويطالبون بتنحي هذه الحكومه عموما. دكتور عبد السلام برواري استاذ العلوم السياسيه، شكرا جزيلا لك.